تجاه الجبهه الشمال اللي فيها حسين السيد، استلم حسين عاوز يمررها انما تتقطع في منتهى الخطوره، خطيره مش ممكن، خطيره. اول هجمه شرسه صلاح امين بيهدد مرمى اكرامي بعرضيه في منتهى الجمال والروعه، مش ممكن اللي فاتت دي. خطا دفاعي من لعيبه النادي الاهلي اللي ما قدروش يشيلوا الكره لقدام ويتعاملوا بشكل كويس، تتلعب الكره العرضيه ما كانش معدول صلاح امين، جت على شماله كده وهو كمان كبس على الكره، انما لو لخطوه ورا كان ممكن يبقى عنده حريه في التصرف في كان في النادي الاسماعيلي. يرجعوا بيها تاني لورا عند خالد سطوحي الى محمد بسام، محمد اللي مدينا ظهره اللي بيلعب بالقميص رقم 14 جوه المنطقه في منتهى الخطوره، وليد سليمان خطيره خطيره، انما يطلع بسام في اول اختبار حقيقي رد على طول الاهلاويه، ووليد سليمان في وسط الزحمه خطفها حلوه حلوه، انما التالق من نصيب محمد بسام عشان تبقى هجمه هنا وهجمه هنا تعلن عن بدايه قويه للفرقتين في 8 دقائق. نشوف تهديد لكلا الحارسين سواء لشريف اكرامي مره، اجاي مؤمن واجاي النهارده بره التشكيله، والدور الثاني نشوف الهجمه وبعدين نكمل. عرضيه جامده قوي تبقى بره الملعب، حاول فيها عاصم صلاح، بص الراجل ده بيجي يقتحم ويخترق، وتعليمات على طول احمد سامي من قويه، وفضلوا على فكره نشوف الهجمه وبعدين نكمل. ادي اماميه انما خارج الملعب الى ضربه مرمى، 12 دقيقه مجملهم الهجومي، لعبه خطيره للطلايع عن طريق صلاح امين وعرضيه الجعيده اكتر من 25 متر، لازم واحد وش رجله يقدر يشتغل بيه، شكلها حلو انما فوق المقص بره الملعب. تبقى رامي التماس ما يقدرش يحصلها عبد الله السعيد، لسه كان جاي وليد ازارو قبله. ادي اللعبه اهي، صلاح امين حط وش رجله جامد فيها، يا دوبك يرضى فوق المقص الشمال لمرمى اكرامي، بتتعاد اللعبه للمره الثانيه والثالثه اكتر من يارده كمان، لما بتبعد الزاويه شويه بيبان. 2017 تخطينا ال 11 شهر تاريخ المسابقه دوري وكاس، حسين السيد جوه ال 18 في منتهى الخطوره، حلوه اللي فاتت انما كان ممكن يلعب عرضيه، حب يسدد كده حسين في البعيده، الشكل حلو انما الافضل ان هو يبص على ازارو او اللعيبه اللي جايه بتقتحم من الناحيه العكسيه. ادي بيعتذر حسين السيد وهي طالعه من رجله، تحس هو الطرف او المحرك من المناطق الدفاعيه اللي بيعمل شغل. ادي عبد الله السعيد اللي لعب الكوره حلو قوي، ضربوا بيها الجبهه اليمين، وادي حسين السيد اللي واخد القرار، يا دوبك كده بسام لابست كده، عايز فانيلا شويه واسعه عن اللي هو لابسها دي. ضربه حره تتلعب جامده انما يطلع كويس قوي بره الملعب لعمل الهجمه من شويه، لسه احمد فتحي ما ظبطش كده الاداء بتاعه الهجومي، لعبوا الجيش على انها تسلل لعبه حسين السيد، وفعلا حط ايده كويس قوي، برافو يا ولد يا بسام، في الاعاده لازم نديله حق، واول مره افتكرنا انها راحت عند اكرامي من رامي ربيعه، ترقيصه من اكرامي مشيت معاه كويس ويلعب لقدام بثبات مرمى. اهم هدفين لاحمد فتحي في مسيرته مع النادي الاهلي، ادي لعبه اكرامي، يا سلام يا اكرامي، ايه يا ابن الجمال ده، واحده كده طبعا على الرايق، لسه بدري وعنده هدوء، ما فيش بقى التاريخيه كانت لسه من ايام في نهائي الكاس امام النادي المصري، هدف ولا اجمل ولا احلى من كده. ادي صلاح امين واكرامي لقطات كده بين الاثنين ومداعبه بين صلاح امين واكرامي، بص لعبه اكرامي حلوه، خد صلاح امين واحده، ولعيب حريف بقى زي صلاح امين كمان، المخرج معجب بالكوره هيعيدها مرتين ثلاثه، وادي المداعبه الجميله، هو ده اللي عايزينه. صلاح امين يعني بيقول له ما كنتش عايزها تيجي في بدايه الدوري، لسه بدري قوي، تتلعب الكوره عرضيه خطيره مش ممكن اللي فاتت بقى، ده اسمه كلام، عايزه ايه سعد الدين سمير، سعد بتاع زمان، شكل واحد وستايل واحد، هو وحسن وسو، ادي اللعبه، سعد سمير طالع، وادي الكابتن حسام البدري بيقول له في ايه كنت بتجيبها يا سعد السنه اللي فاتت؟ تتلعب تاني. اماميه على حدود ال 18 عاصم صلاح. تتلعب الكره العرضيه في منتهى الخطوره، يرد النادي الاهلي بهجمه في منتهى الخطوره مع الدقيقه 33، انما يطلع الدفاع على طول، راحوا وسرعوا الريتم شويه لغايه ما وصلوا من عند الجبهه اليمين في مود الشيخ. شيخ الطلائع يلعبها قصيره الى جيروم ويا لاحمد الشيخ جوه ال 18 ملعوبه، ويدي ركله جزاء، ركله جزاء لصالح طلائع الجيش، احمد حمدي الحكم بقرار في الدقيقه 34 ركله جزاء، وطلائع الجيش اللي ما وصلش المرمى اكرامي خلال الوقت اللي فات الا مره وحيده في البدايه من كوره طايشه ياخدوا معاها قرار بضرب الجزاء. اعتراضات من عمرو السوليه وسعد سمير، ادي اللعبه اهي، وادي عمرو السوليه، هل جت في ايده ولا جت في كتفه وظهره؟ باينه اللعبه قدامنا، عملها احمد الشيخ من بره المنطقه،
وعمرو السوليه اللي واقف قدام الكوره والحكم قريب، وادي تعليمات من احمد سامي انما هنشوف اللعبه للمره الثانيه والثالثه لغايه ما تيجي الزاويه الاقرب. ادي اللعبه وادي عمرو السوليه وركل الجزاء خلاص الحكم اداها ضرب الجزاء، ودي كانت الهجمه اللي كنا طالبينها واتعملت الكره بسرعه وبتتعاد اللعبه في الناحيه العكسيه بعرضيه كانت مؤثره وجت في ايد عمرو السوليه. عاصم عاصم اكرامي جول جول جول، يسجل عاصم صلاح اول اهداف الجيش في مرمى مين؟ في مرمى حامل اللقب من ركله الجزاء. 1-0 قد يغير من الامور كتير في الاداء الهجومي في الوقت اللي جاي سواء للنادي الاهلي اللي هيبدا يضغط بكل خطوطه. ادي قدامنا السيد السويركي مدرب حراس المرمى اللي بيستقبل كده عاصم صلاح، كابتن محمد يسري المدير الاداري، وهدف التقدم هيفرق معنويا كتير مع لعيبه احمد سامي يلعبها في وسط المرمى ويتحرك شريف على الزاويه العكسيه. 1-0 عاصم صلاح لطلائع الجيش. كابتن محمد صلاح ابو جريشه وباقي الجهاز الفني الكابتن محمد جوده ورد الفعل بعد الجول اللي سجلوه واللعبه اللي قلت لحضراتكم حكم قريب ويدي قراره. تتلعب الكره اماميه، عبد الله بسام، عبد الله خطير، هيدي ايه الحكم؟ رايح لعبد الله السعيد، هنشوف هيدي ايه الحكم، هيدي ايه الحكم؟ ادى ضربه مرمى مش ممكن، احمد حمدي الحكم وريح عليه عبد الله السعيد وبيدي ضربه مرمى، بيدي ضربه مرمى الحكم. وادي اللعيبه بيقولوا لاحمد حمدي انت عايز ايه؟ ادي اللعبه لازم نشوف رجل محمد بسام مع عبد الله. ادي اللعبه ايه؟ كل ده ما بانتش، كل ده ما بانتش، رجل محمد بسام مع عبد الله السعيد اهي. ادي اللعبه وادي الحكايه من اولها، وادي الراجل وعبد الله السعيد. مش عايزين احنا نتكلم على القرارات التحكيميه، حتى لو احنا واحد يقول لك ما انت شايفها، انا ببقى شايفها وانتوا شايفينها والجماهير بقت تفهم افضل من المعلقين والمحللين والحكام كمان. ادي اللعبه وادي من اولها وادي رد الفعل المهندس محمود طاهر واللواء شيرين شمس مدير عام النادي الاهلي اللي كان قايم في الكادر كده. الشيخ الاهلي الشيخ جوه ال 18 لسه ترقيصتين ثلاثه في منتهى الخطوره طمع فيها احمد الشيخ، فتحوا له السكه تماما انما تصطدم في النهايه وتمريره جامده قوي من عاشور. انما اول مره عمرو السوليه الى عبد الله السعيد، عبد الله بوش رجله الخارجي الشكل حلو، وليد ازارو ازارو طالع بسام بالبوكس لسه الكره موجوده، علي على حدود المنطقه، وليد سليمان كره مشتركه هنا وهنا يلعب وليد لسه الكره في منتهى الخطوره خطيره خطيره للاهلاويه تطلع لخارج الملعب. كابتن حسام البدري بيتكلم اهوت مع الحكم الرابع. وادي جوه المنطقه احمد الشيخ والراجل طالع اهو بيعترض حسام البدري على اللعبه دي، بيقول هو في ايه؟ طلع الراجل جامد قوي ويلعب انما كان في تسلل وضربه حره غير مباشره. ادي اللعبه اللي فاتت اللي كنا بنتكلم عليها، لا في واحده قبلها قبل بتاعت ازارو كان في واحده مع احمد الشيخ، بسام طلع دي ما فيهاش اي مشاكل، وكان في بقى لعبه ادي اهي لعبه احمد الشيخ وفرانك ستيفن طالع معاه اداله واحده كده 3-2 الشيخ من جوه ال 18 احمد الشيخ لو عدل على شماله انما زودها زودها ازارو خطير بقى ده اسمه كلام بقى ده اسمه كلام ادى ايه ما اداش حاجه انما ازارو يضيع بشكل غريب يضيع بشكل غريب مش هتجيلك السهله دي تاني خطيره خطيره للاهلاويه. بص شوف احمد الشيخ اللي قلنا زودها وكانت هتضيع منه الكوره انما راحت كده قدريا لوليد ازارو خد الراجل حلو قوي في ظهره انما الاخيره بص بقى ما ظبطتش قلشت منه وطلعت بره بعد ما دخل عليه محمد طارق ابو العز. ادي اللعبه كان عاوز ياخد منها قرار انما خلاص الراجل اداك الفرصه ورحت كان ممكن يسجل ويلعب افضل من كده وليد ازارو. حسام البدري بيقول له اقع يعني هو بيقول له اقع من اول مره كان الحكم ممكن يديك وطالما اللعيب مركز ان هو ياخد ضربه جزاء مش هياخد ضربه جزاء زي لعبه عبد الله السعيد بيبقى فيها حته فنيه كده ممكن تكون فعلا ضربه جزاء وانت جاي بقى تقع خلاص بيبقى الشكل ما يخليش الحكم يصفر ويديك القرار بتاعه. تتلعب الكره تاني تسديده جامده جامده انما بعيد جامده بعيد احمد فتحي يجرب كده بره الملعب لضربه مرمى ضربه مرمى هنشوف سعد سمير هو اللي سدد سعد سمير فعلا اللي بيسدد من بره المنطقه واحده بوش رجله كانت رايحه والله الشكل حلو انما بعدت عن القايم واخد قرار سعد الدين سمير اللي جات له واحده عدت من قدام دماغه
كابتن حسام البدري للقاء مهم ليه جدا النهارده معنا من احداث الشوط الجديد، انما لسه التوفيق غايب في اللمسه الاخيره والنهايات الهجوميه للاعيبه البدري. سعد الدين سمير طالع مع السوليه وربيع عشان يستنوا الضربه الركنيه تتلعب على الايمن قريب، الدفاع يتعامل، حسين السيد هو اللي موجود على ال18 يلعبها جامده بدماغه وتروح عند بسام، ردها حسين السيد بدماغه، ادي احمد الشيخ ولعبت ازارو. بص ازارو اول مره هو لعب وكمل على الكوره، عشان كده الكابتن حسام البدري كان بيقول له تقع من اول مره، اهو بص بيقول له اقع من اول مره ما كنتش تقوم وتكمل في اللعبه. واحد بيقول لك المدرب بيحرض اللاعب يقع، من حقه ان هو لو وقع اول ما الاهلي يعمل المحاوله بتاعته تمريره قدام ياخده معاه فاول، هيروح الحكم يفض الاشتباك على طول عند عاصم صلاح واحمد الشيخ. ما اللي نزل بلال جمال عشان زمايلنا يطلعوا على الشاشه، بلال جمال رقم 20، ضربه حره للنادي الاهلي وتبديل، ادي تسديده جامده، جول جول جول، يا سلام على الحلاوه، منتهى الروعه منتهى الجمال، ايه الجون الجميل ده؟ خرج شيخ الطلائع، طلع شيخ الاهلي بجون في الدقيقه 57، 1-1، عملها حلوه حلوه حلوه، احمد الشيخ حطها الراجل ايه؟ كان حاططها بايده، هنشوفها مره ثانيه، ادي احمد الشيخ بقى اللي جمهور الاهلي عايزه، يقول لك هاتوا لنا الشيخ اللي راح المقصه وجاب 17 جون الموسم اللي فات بفاول اهو بيحفز لعيبته يعملها، منتهى الروعه منتهى الجمال من فوق الحائط البشري. بص شوف احمد الشيخ بيعمل ايه؟ بسام ولا يقدر يعمل لها حاجه، لو قعد اسبوع تحت المرمى مش هيعمل لها حاجه، يا ولد يا ولد، واحد انما لما يجي له التوفيق كمان تفرق معاه. تتلعب جوه ال 18 عاصم صلاح بدماغه يردها تاني عمرو السوليه لعبد الله، عبد الله يغير اتجاه اللعب الناحيه الثانيه منين؟ ناحيه احمد الشيخ، عرضيه مش ممكن يقع على الارض وتعدي الكره من قدامه احمد ريان، النسخه الاخيره الدرع رقم 39 في تاريخه اللي بيتطلع للنجمه الرابعه، ايه النجمه الرابعه؟ لا رفش على ازاره قوي. الراجل ليه كل الاحترام والنجوميه. نشوف الضربه الركنيه خطيره العرضيه خطيره، انما بسام قبل سعد الدين سمير، واحنا بنتكلم على ازارو لازم حد يشغل الراجل عشان تبان قدراته، وحاول يجتهد مع بدايه الشوط. ادي اللعبه اللي فاتت طالع سعد الدين سمير واشترك معاه بسام في الوقت المناسب، لو لحق سعد الدين سمير خلاص اهي هتعمل مشاكل على ربيعه وسعد سمير، انما خدها سعد سمير الى احمد حمدي ماشي بيها 10 خطوات لقدام، وليد ازارو جامد عليه، فقدوا كتير من قدراتهم في عمليه الربط بكل امانه. بص اول ما لعيبه